السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حيكون موضوعنا عبارة عن البارا ثايرويد إجلاند. بالنسبة لغدة الجردرقية، هي عبارة عن غدة تتصف إنها توجد خلف الغدة الدرقية، تتميز بإنها إلها العديد من الخلايا، عندها شيب سيل وأكسفيل سيل، بالإضافة إلى هناك تروية دموية متمثلة بالأوعية الدموية التي تحمل كرات الدم الحمراء. فلو اطلعنا على الغدة الدرقية حنجد أنه خلفها مباشرة يقع الباراثايرويد إجلاند. بالنسبة للباراثايرويد إجلاند تكمن أهميتها في الحفاظ على معدل الكالسيوم في الجسم. ليش بتحافظ على معدل الكالسيوم في الجسم؟ لأنه الكالسيوم له دور مهم جدا في الجسم. من ضمن الأهمية الفسيولوجية للكالسيوم، أول حاجة أنه أملاح الكالسيوم تزود العظام بالتماسك الخاص فيها، وهذا ما يعطي للهيكل العظمي صلابته. بالإضافة إلى أنه أيونات الكالسيوم الموجودة في الإكسترا سيلولر والسيلولر فلويد، اللي هي السوائل الخلوية والسوائل الموجودة خارج الخلايا، تشكل الأساس في الحفاظ على البيوكيميكال بروسيس والعمليات الكيميائية التي تحدث داخل جسم الهوست. من ضمنها أنها تحافظ على قدرة الأعصاب والعضلات على الاستجابة، فمنسميها نيوروماسكولار اكزايتابيليتي، اللي هي انها تتهيج عند حدوث اللي هو اكشن او ريفلكس. بالإضافة لأنه الكالسيوم يلعب دور مهم جدا في تجلط الدم، ودور مهم جدا في إفراز الهرمونات، بالإضافة إلى عملية تنظيم للإنزيمات ونشاطها. الكالسيوم يوجد الكالسيوم على صورة حرة، والصورة الحرة للكالسيوم نسميه free calcium، وهو اللي بيكون نشط ويتطلب عملية تنظيم معدل الكالسيوم الحر أو الكالسيوم الفري اللي بنسميه الأيونايزد كالسيوم اللي هو Ca+2. تمام، يتطلب عملية ريجوليشن بشكل محكم. ليش؟ لأنه النقص الشديد من الكالسيوم يؤدي ذلك إلى زيادة اللي هو تهيج الأعصاب، يصير عند الشخص إنه زي عملية اللي هو الرجفة بشكل كبير. أيضا إنه زيادة الكالسيوم الشديدة تؤدي إلى تثبيط في استجابة الأعصاب، بنسميه نورونال ديبريشن. بيحدث التحكم في مستوى الكالسيوم على عدة مراحل أو على عدة فيزز. على مرحلة الأبزوربشن من خلال الأمعاء، على الإكسكريشن من خلال الكلية وما يمثلها من إخراجات عن طريق اليورين، وأيضا اللي هو بتتحكم أيضا في مستوى الكالسيوم عن طريق اللي هو التحكم في المخزون الموجود في الجسم، عن طريق اللي هو المخزون الموجود في العظام. هذا بوصلنا إلى عملية، في عنا عملية، هذه العملية تحدث بشكل متزامن مع بعضها البعض. هذه العمليات بتساعد على ثبات معدل الكالسيوم في الجسم. فنجد أنه يوميا بيصير في عنا كالسيوم انتيك حوالي 350 ميلي جرام يوميا، بيحدث لهم أبزوربشن من الانتستاين وبيدخلوا للإكسترا سيلولر فلويد، وبتجمعوا في البول الموجود في الإكسترا سيلولر فلويد، وما تحتويها من كالسيوم هو حوالي 1300 ميلي جرام. تمام، في المقابل في انا عندي تخرج يوميا من الاكسترا سيلولر فلويد، وتخرج عن طريق البراز، تخرج يصيرها اكسكريشن الى الامعاء، هي حوالي 250 ملي جرام يوميا. تمام، وهذا بوصلنا الى انه يخرج مع الفيزس حوالي 900 ملي جرام يوميا. تمام، الان الكالسيوم موجود في الإكسترا سيلولر فلويد يتبادل ما بينه وما بين الخلايا، فنجد أن الخلايا ما تحتويها مجمل الكالسيوم موجود في الخلايا حوالي 13000 ميلي جرام من الكالسيوم، والموجود في الكالسيوم موجود في الإكسترا سيلولر فلويد بيحدث له فلتريشن عن طريق الكلية. فاللي بيحدث فلتريشن له يوميا هو 9980 ملي جرام يوميا. في المقابل اللي بيحدث ري ابزوربشن من الكلية وبيرجعوا مرة تانية للإكسترا سيلولر فلويد، هي عبارة عن 9880 ملي جرام يوميا. في المقابل أنا في عندي 10 ملي جرام بتخرج يوميا مع البول وتم طرحها خارج الجسم. الآن بالنسبة للكالسيوم الموجود في الإكسترا سيلولر فلويد، هذا بيتحرك ما بين البون وبيرجع من البون الى الاكسترا سيلولر فلويد، وهي العمليات هي اللي بتحافظ على ثبات
الكالسيوم في الجسم. فنحدث انه عمليه ترسيب الكالسيوم يوميا في العظام حوالي 500 ملي جرام من الكالسيوم بيحدث لها ديبوزيشن في العظام، و500 ملي جرام نفسهم تفقد من العظام الى الاكسترا سيلولر فلويد. هذا معناته انا في عندي قد ما في عندي كميه بتترسب في العظام في نفس الكميه تخرج من العظام، وهذا بحافظ على انه الكالسيوم موجود في العظام يكون ثابت وهو حوالي مليون ملي جرام من الكالسيوم. بالنسبه لعمليه التحكم في الكالسيوم هي عباره عن عمليه اكتف تحدث بعده عوامل وعناصر موجوده في جسمنا على مستوى فيتامين دي 3، وهذا الفيتامين دي بيلزمنا من الدايت من الوجبه الغذائيه وايضا التعرض للشمس. شغله ثانيه من الهرمونات الغده الجردرقيه الباراثيرويد اجلاند بتفرز هرمون يسمى باراثيرويد هرمون بيحافظ على مستوى الكالسيوم في الدوره الدمويه. الكالسيتونين وهو هرمون يفرز من الغده الدرقيه، واللي هو السكيليتال لودنج اللي هو الكالسيوم الموجود في العظام، يعني العظام بيساعد على حفاظ على معدل الكالسيوم في الجسم عن طريق خلايا تسمى استوبلاست واستوكلاست. الان بالنسبه لكيف يحدث تثبيت وتحكم بمستوى الكالسيوم، فبنحكي احنا على مستوى السكن في عندنا مركب يسمى الكالسي كولكالسيفيرول، هو عبارة عن فيتامين دي. بمجرد التعرض للشمس بيحدث عملية طبعا في الليفر بيحدث عملية تحويله إلى 25 هيدروكسي كولكالسيفيرول. بعد هيك في الكلية بيحدث عملية تحويل له للصورة النشطة وهي 1-25 داي هيدروكسي كولكالسيفيرول. إيش بيعمل فيتامين دي الأكتف؟ بيأثر على الانتستاين بيزود معدل البروتينات الرابطة للكالسيوم وبالتالي بيساعد على امتصاصه. بيزود اللي هو الكالسيوم ستيمولاتينج اي تي بيز هي الانزيمات اللي بتكون الاي تي بي، وبيزود نشاط الالكالين فوسفاتيز. نشاط الثلاث عناصر هذه ضروريه جدا لعمل ابزوربشن للكالسيوم من الانتستاين، وهذا بيحافظ على ثبات معدل الكالسيوم في البلازما. الان معدل الكالسيوم في البلازما هو بحد ذاته يعتبر انهيبيشن بثبت الباراثيرويد هرمون. الباراثيرويد هرمون ايش وظيفته الاساسيه؟ وظيفته الاساسيه انه بيحفز الكليه انها تحول ال 25 هيدروكسي كولكالسيفيرول الى 1-25 داي هيدروكسي كولكالسيفيرول، هو الصوره النشطه من فيتامين دي. مين اللي بيحافظ عليها او مين اللي بيعمل الاكتيفيشن؟ هذا هو الباراثيرويد هرمون. الان هاي العمليه لما تتم اللي بتحكم في في معدل اطلاق الباراثيرويد هرمون او تثبيته هو معدل الكالسيوم في الدوره الدمويه. الان لما يصل معدل الكالسيوم الى المطلوب منه بيحدث هذا الكالسيوم يعتبر انهيبيشن وبمنع الباراثيرويد هرمون انه يحدث له عمليه ريليز. الآن كيف يحدث عملية ريليز للباراثيرويد هرمون تحت تأثير الكالسيوم؟ فبالتالي بيكون الكالسيوم هو الترانزديوسر اللي بيخلي الباراثيرويد جلاند تفرز الباراثيرويد هرمون، وهذا يحدث بسبب الريسبتورز الموجودة على سطح الخلايا، وهي الريسبتورز تعتبر ريسبتورز حساسة بنسميها سنسور ريسبتور للكالسيوم. هي عبارة عن نوع من أنواع الجي بروتين كابلد ريسبتور، هي ريسبتورز في الدومين الموجود داخلي عبارة عن جي بروتين، فبيحدث عملية اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي، وما ينتج عنه هو عبارة عن عملية زيادة في معدل الداي أسايد جليسيرول وزيادة في معدل الانيسيتول تراي فوسفيد، وهذا يعتبر كسكندري ماسنجر. ويحدث ايضا عمليه انهيبيشن للادينايليت سايكليز، وبالتالي بيمنع اللي هو عمليه الريدكشن ل السايكليك يعني. تمام. الان عندنا ايضا في عندنا اللي هو خلايا السي سيل الموجوده في الثايرويد جلاند ايضا تتحكم في مستوى الكالسيوم عن طريق افرازها لهرمون يسمى الكالسيتونين. الكالسيتونين عباره عن هرمون يقلل من معدل الكالسيوم الموجود في الدوره الدمويه، اما الباراثيرويد بيعمل عمليه رفع لمعدل الكالسيوم في الدوره الدمويه، بمعنى انه القيمه الطبيعيه للباراثيرويد هرمون والكالسيتونين تحافظ على ثبات الكالسيوم
داخل الدورة الدموية. الآن البارافيرويد بيعمل على رفع معدل الكالسيوم في الدورة الدموية بينما الكالسيتونين بيقللها. الإفراز الطبيعي من البارافيرويد هرمون والكالسيتونين بيثبت معدل الكالسيوم الموجود في الجسم. الآن في حالة وجود كمية من الكالسيوم عالية بيشعر فيها اللي هو الكالسيوم سنسور ريسبتور الموجود على سطح الخلايا، اللي هي عبارة عن جي كابل بروتين، وهذا يؤدي إلى عملية تنشيط للفوسفولايبيز سي، وبالتالي بيعمل عملية نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مستوى الباراثيرويد هرمون، وبيتم عملية تثبيط إفرازه. وعلى العكس تماما اللي هو لما يكون عندي معدل الكالسيوم منخفض، فبالتالي بيصير في عندي عملية تثبيط لإفراز اللي هو السايكليك ام بي، وهذا يؤدي الى عمليه ريليز للبارا ثايرويد هرمون. الان ايش بيعمل البارا ثايرويد هرمون؟ بيزود من معدل الريزوربشن من البون للكالسيوم، يعني بمعنى بيساعد على اطلاق الكالسيوم من البون. شغله ثانيه، بيزود من معدل الري ابزوربشن للكالسيوم في الكليه، وبيزود من معدل تكوين فيتامين دي النشط اللي هو 1.25 داي هيدروكسي كولكالسيفيرول. تمام، وهذا يؤدي الى زياده امتصاص الكالسيوم من القط، وبالتالي بيعمل ريستورنج لمعدل الكالسيوم في الجسم. تمام، بالنسبه للباراثيرويد جلاند، الباراثيرويد جلاند يوجد عندنا 4 غدد من الباراثيرويد موجوده خلف الغده الدرقيه، نشات من البروز والتجويف للفرنجل الثالث، البروز الثالث والرابع للفرنجل اثناء وجود الجنين في رحم الام. يوجد الخلايا المنتجه للباراثيرويد هرمون هي الشيفسل، موجوده في الباراثيرويد جلاند، بتفرز البي تي اتش اللي هو الباراثيرويد هرمون، والباراثيرويد هرمون هو نوع من انواع البوليبيبتايد هرمون. ما هي آلية الريجوليشن لمعدل أو إفراز أو نشاط الباراثيرويد هرمون؟ مين بيتحكم في عملية تنظيم إطلاق هذا الهرمون؟ هي مستوى الكالسيوم بشكل أساسي، مستوى الكالسيوم في البلازما هو يتحكم بشكل أساسي في معدل إفراز وإطلاق الباراثيرويد هرمون. فيحدث سكريشن للباراثيرويد هرمون بآلية انفيرسلي لمعدل الكالسيوم، بمعنى كل ما نقص معدل الكالسيوم في الجسم بيرتفع معدل الباراثيرويد هرمون، لأنه مطلوب منه يعمل على رفع معدل الكالسيوم. إذن هناك علاقة عكسية ما بين معدل الباراثيرويد هرمون وكمية الكالسيوم، كل ما كان كمية الكالسيوم قليلة في الجسم بيرتفع معدل الباراثيرويد هرمون، بيزيد من معدل إخراجه. تمام، فالماكسيمم سكريشن أو الإفراز العالي من الباراثيرويد هرمون يحدث إذا نقص معدل الكالسيوم في البلازما عن 3.5 ملي جرام للديسيلتر، بينما التركيز الإفراز المتدني أو المثبط من الباراثيرويد هرمون بيكون إذا كان معدل الكالسيوم أعلى من 5.5 ملي جرام للديسيلتر. الباراثيرويد هرمون بيحدث له عملية سكريشن كاستجابة لتغير البسيط من معدل الكالسيوم في البلازما بثواني معدودة. بيحدث خلال الثواني هذه بيستجيب الباراثيرويد جلاند إنها تفرز الباراثيرويد هرمون في خلال ثواني من نقص الكالسيوم. تمام، وهذا راجع إلى وجود ريسبتورز متخصصة ويونيك فريدة من نوعها موجودة على الباراثيرويد سيل المفرزة للباراثيرويد هرمون على البلازما ميمبرين الخاص فيها. وهذه الريسبتورز عبارة عن سنسر ريسبتورز، هي بتتحسس التغير في معدل الكالسيوم. تمام، هي بتتحسس بمعدل الاكسترا سيلولر فلويد كونسنتريشن للكالسيوم، بتتحسس بمعدل التغير اللي بيحدث في معدل الكالسيوم الموجود في السوائل الخارج خلويه. وهذا يحدث زي ما حكينا انه بسبب الريسبتورز الخاصه، وهذا الريسبتورز تعتبر جي بروتين كابلد ريسبتورز، اللي بتحدث عمليه اكتيفيشن. مجرد ما يشعر بالنقص حيبدا يتنشط الجي بروتين كابلد ريسبتورز. هذا الجي بروتين الموجود على هذه الريسبتور اللي بيشعر بنقص الكالسيوم بيحدث على طول عملية اللي هو تنشيط للفوسفولايبيز سي وتثبيط للأدينايليت سايكليز، ينتج عنها زيادة
في معدل الكالسيوم في الجسم. إذا هذه العملية وعملية تنشيط للفوسفولايباز سي وتثبيط الأدينيليت سايكليز يحدث في حالة نقص الكالسيوم، كنتيجة لذلك بيصير في زيادة في معدل الكالسيوم عن طريق إنه الإنيسيتول ترايفوسفيت اللي بيتكون وانخفاض في معدل السايكليك أي أم بي بيمنع الإكسوسايتوسيس للباراثيرود هرمون من السكريتوري جرانيولز. إيش يعني؟ يعني إنه لما الكالسيوم معدل الكالسيوم ينقص السايكليك أي أم بي بيزيد والباراثيرود هرمون بيفرز. تمام؟ إذا في حالة بيكون عندنا معدل الكالسيوم عالي، لما يكون في عندنا معدل الكالسيوم عالي، معدل الكالسيوم عالي معناته السايكليك أم بي بيتظبط نشاطه عن طريق إنه بيعمل عملية إنهيبيشن للأدينيليت سايكليز. تمام؟ وبالتالي العكس تماما يحدث، إذا نقص معدل الكالسيوم على طول الأدينيليت سايكليز بتنشط وبيرتفع السايكليك ام بي. في المقابل يحدث اللي هو عمليه تثبيط للفوسفولايباز سي، وبالتالي بيصير في عمليه افراز للباراثيرويد هرمون خارج الخلايا وبيوصل لمجرى الدم عشان يعمل عمليه اللي هو اعاده امتصاص الكالسيوم من الامعاء وخروج الكالسيوم من العظام وتنشيط لفيتامين دي عشان يحدث عمليه ري ابزوربشن للكالسيوم. اذا الآن لما يكون في عندي في الإكسترا سيرولار فلويد معدل الكالسيوم عالي، معناته الكالسيوم حيرتبط بالسنسورز كابلد ريسبتورز الموجودة على سطح الباراثيرويد سيلز المفرزة للباراثيرويد هرمون، فبيحدث إنه بيثبط الجي بروتين. لما يثبط الجي بروتين، الجي بروتين بتنشط، تنشيط الجي بروتين بيثبط الأدينيليت سايكليز. تمام؟ وبنفس الوقت الجي بروتين لما بيصير بتنشط بسبب ارتباط الكالسيوم بالريسبتور، الجي بروتين بنشط الفوسفولايباز سي، الفوسفولايباز سي بيزود من معدل الانيسيتول تراي فوسفيت، الانيسيتول تراي فوسفيت. تمام؟ الانيسيتول تراي فوسفيت الان هاي العمليه بتمنع الجرانيولز الموجودة في الباراثيرويد سيل إنها تفرز الباراثيرويد هرمون، فبالتالي بيصير في عندي نقص في الباراثيرويد هرمون. إذا متى يحدث نقص في الباراثيرويد هرمون؟ إذا كان عندي معدل من الكالسيوم عالي، حيصير في عندي عملية تثبيط للأدينيليت سايكليز، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض في معدل السايكليك أي أم بي، وبصير عندي تنشيط للجي بروتين، وبصير في عندي زيادة في إنتاج الفوسفولايباز سي اللي بنشط إفراز الإنيسيتول ترايفوسفيت. الآن زيادة الإنيسيتول ترايفوسفيت، تنشيط الفوسفولايباز سي وانخفاض السايكليك أم بي بيمنع عملية الريليز للباراثيرويد هرمون من الجرانيوز المخزن فيها. الآن هاي العملية بتكون ثابتة إذا كان معدل الكالسيوم طبيعي، معناته إنه تركيز تنشيط الجي بروتين بيكون متنشط بشكل لا هو زايد ولا ناقص، بالتالي عندي الفوسفولايباز سي بيكون افرازه طبيعي، معدل انيسيتول ترايفوسفيت طبيعي، ادينيليت سايكليز بينتج السايكليك ام بي بشكل طبيعي، فبالتالي افراز الباراثيرويد بيكون عندي طبيعي. اذا هاي العمليه عمليه ثابته، ثبات تركيز الباراثيرويد هرمون هو اللي بيخلي ثبات الكالسيوم في الجسم هو اللي بيخلي الباراثيرويد افرازه ثابت. الآن بالنسبة إلى حالة نقص الكالسيوم، نجد في غياب الكالسيوم على طول بصير في عندي تثبيط للفوسفولايباز سي، وبالتالي بصير في عندي نقص في إنتاج الإنيسيتول ترايفوسفيت، والجي بروتين بيحفز الأدينيليت سايكليز اللي على طول بينتج السايكليك أم بي، وهذا بيؤدي زيادة السايكليك أم بي وانخفاض الإنيسيتول ترايفوسفيت بتساعد على انه يتحرر الباراثيرويد هرمون من الجرانيولز الموجوده فيها، وبالتالي هذا يساعد على اطلاق الباراثيرويد هرمون وبيبدا نشاطه في الجسم. ما هي الاورجانز التي تعتبر تارجت للباراثيرويد؟ البون والكدني. اذا العظام والكليه هي عباره عن الهدف للباراثيرويد هرمون، معنى الحكي انه البون والكدني هي تحتوي على ريسبتورز للباراثيرويد هرمون، فبالتالي هو يؤثر عليها. بالنسبة لتأثير الباراثيرويد هرمون على البون له تأثيرين، رابيد فيز وسلو فيز. الرابيد فيز هو التأثير السريع خلال ساعة إلى ثلاث ساعات، بنشط حاجة تسمى أستوسايتيك أستولايسز،
بينما المرحلة البطيئة السلو فيز بتاخد من 12 ل 24 ساعة، وهذا يحدث عن طريق الاوستوكلاستيك استولايسيس. هذا بوصلنا إلى نوعين من أنواع الخلايا الموجودة، أو ثلاث أنواع عفوا من الخلايا الموجودة في البون. في عندي ثلاث أنواع من البون استوبلاست، هي عبارة عن الديفرنشيتد بون فورمينج سيل، هي عبارة عن خلايا متميزة لها القدرة أنها تكون خلايا المنشئة للعظام، تمام؟ وأيضا هذه الخلايا هي المسؤولة عن إنتاج الماتريكس اللي هي البيئة الداخلية الموجودة في العظام، وهي اللي بيكون غنية بالكالسيوم و الأورجانيك فوسفات، غنية بالكالسيوم والأورجانيك فوسفات، تمام؟ أما النوع الثاني من الخلايا أستوسايت، الأستوسايت هي عبارة عن خلية بون ناضجة، هي عبارة عن خلايا عظام ناضجة، وهي اللي بتكون موجودة ضمن الماتريكس، هي انكلوزد ان بون ماتريكس، هي الموجودة في الماتريكس، في البيئة الموجودة داخل العظام. أما الأستوكلاست هي عبارة عن خلية كبيرة تعتبر مالتي نيوكليتد سيل، هي عبارة عن خلية تحتوي على العديد من الأنوية، نشأت من المونوسايت، تمام؟ وهي مطلوب منها عملية تحطيم للبون، ريزورب للبون، يعني عملية تكسير، زي بالضبط المونوسايت بتعمل عملية فاجوسايتوسيس للخلايا وتكسير الخلايا، الأستوكلاست نشأت منها لها دور في عملية تكسير خلايا العظام عشان تعمل عملية تحرير للكالسيوم منها. تمام، الآن بدنا نشوف كيف بيعمل الباراثيرويد هرمون إنه بيعمل ستيميوليشن للأستوسايتيك أستولايسيس. الآن بيحدث عملية نقل للكالسيوم من الكانالكيولز فلويد، عبارة عن القنوات الموجودة اللي بين الخلايا، وهي مليانة بتنتقل من بين الخلايا، هناك قنوات بتسهل عملية تحرك السائل من الخلايا الموجودة اللي هي الأستوبلاست إلى الأستوسايت اللي هي الخلايا الناضجة، وأيضا بيساعد على عملية نقل الكالسيوم من خلال الأستوسايت عن طريق اللي هو انتقالها الى الاكسترا سيلولر فلويد. اذا هو اللي بيساعد على عمليه تبادل الكالسيوم من الاوستوبلاست الى الاوستوسايت، ومن الاوستوسايت الى الاكسترا سيلولر فلويد، وهذا حنشوفه كمان شويه بالسكيم الموجود بعد هيك. ايضا هذا الكانالكيولر فلويد بيكون غلي جدا، اذا السائل هذا الموجود بين الخلايا الموجوده في العظام، هذا السائل غني جدا بالكالسيوم، وايضا غني بالمعادن الاخرى زي الفوسفات، لكن الفوسفات لا يحدث له عمليه موبولايزيشن، اذا الفوسفات في البون ما بيتحرك، بضل ثابت، بينما اللي بيتحرك تحت تاثير الباراثيرويد هرمون هو الكالسيوم، وهذا اللي بيحافظ على بقاء البون ماس من غير ما يحدث له عمليه شينج. اذا في الاوستوسايتيك استولايسيس هي عباره عن انتقال سوائل من الاوستوبلاست الى اوستوسايت، من اوستوسايت الى الاكستراسيلولر فلويد، هي السوائل غنية بالكالسيوم ومعادن أخرى، الفوسفات لا يتحرك، وهذا بيساعد على بقاء كتلة العظام ثابتة في الجسم. إذا لو نتكلم على الأستوبلاست الآن هنا، وهذا السائل هو بون فلويد، الآن يتحرك الكالسيوم من الكاناليكيولز الفجوات الموجودة بين اللي هو الأستوبلاست، ينتقل إلى الاكسترسيلولر فلويد ومنها الى الاستوسايت، والان لما يحدث حاجه الى الكالسيوم بيبدا خروج الكالسيوم من الاستوسايت الى عبر قنوات الى الاستو الى استوبلاست، وبيتم اطلاقه من البون الى مجرى الدم عن طريق اللي هو كالسيوم بمب الموجوده في الخلايا. اما الاستوكلاست وظيفتها عمليه فاجوسايتوسيس، استوكلاست هي اللي بتحطم الاستوسايت عشان يتم خروج منها الكالسيوم. ايضا هناك هي السوائل والماتريكس اللي فيها الاستوسايت غنيه بالكالسيوم. نشوف ماذا يحدث او ما هو تاثير الباراثيرويد على الاستوكلاستيك استولايسيس. بالنسبه لتاثير الباراثيرويد على الاستوكلاستيك استولايسيس، بيزود عدد الاستوكلاست وحجمها، بيزود عددها وحجمها، هي واحد. اثنين، بزود انزيمات الاستوكلاست اللي هي كولاجينيز ولايزوزومال انزيم، بزود من نشاطها، وبزود من معدل الاسيد فوسفاتيز، كربونيك انهيدريز، لاكتيك اسيد وستريك اسيد، بزود من تراكيز هذه الاحماض الموجوده داخل خلايا الاستوكلاست، وايضا بزود من نشاط انزيم الكولاجينيز واللايزوزومال انزيم، بزود من
نشاط الاوستوكلاست، فبالتالي بيزود من عملية الريزوربشن للبون، تكسير خلايا البون، تمام؟ هذا يؤدي إلى عملية تحريك الكالسيوم والمغنيسيوم والإن أورجانيك فوسفات، تمام؟ بدنا نشوف ما هو تأثير الباراثيرويد هرمون على بناء العظام. الباراثيرويد هرمون باني للعظام، يتصف أو بيتوافق وظيفته مع وظيفة الكالسيتونين من اللي بيفرز من من الثيرويد جلاند. إيش بيعمل؟ بيساعد على زيادة خلايا الأم اللي قادرة على تكوين البون سيل اللي هي الأوستوبلاست، وأيضا بيساعد على زيادة تكوين الكولاجين لأنه هو الأساس الموجود في الماتريكس تبع العظام، النسيج العظمي. بيزود من نشاط الألكالين فوسفاتيز لأنه تأثير باني على العظام، وأيضا يزود من الجروث فاكتورز اللي تعتبر هي ترانسفورمينج فاكتورز زي الاي جي اف اللي بيزود من معدل البناء لخلايا العظم. ما تأثير الباراثيرويد على الكلية؟ بيزود من معدل الري ابزوربشن للكالسيوم والمغنيسيوم من الاسندنج لوب والديستال اتيوبيولز، بيزود من معدل الري ابزوربشن للكلور اللي هي الكلورايد من الباروكسيمال تيوبيول الموجود في الكلية، بقلل من معدل الري ابزوربشن للفوسفات والصوديوم والبايكربونيت من الباروكسيمال تيوبيولز، وبيزود من نشاط الالفا 1 هيدروكسيليز الموجود او الذي يفرز من الباروكسيمال تيوبيول. اذا تحت تاثير انخفاض معدل الكالسيوم في الجسم يبدا عمليه افراز الباراثيرويد اللي بياثر على ثلاث انسجه اساسيه، البون والكليه والانتستاين. على البون بيزود من معدل البون ريزوربشن عن طريق تاثيره على الاوستوكلاستيك سيل، انه بيزود من معدل تحطيم الخلايا البون عشان يطلق كالسيوم. بتاثيره على الكليه انه بقلل من معدل الري ابزوربشن للفوسفات، وبيزود من الري ابزوربشن للكالسيوم، وبيزود من اليوناري سايكليك اي ام بي، تمام؟ على الانتستاين بيزود عملية الابزوربشن للكالسيوم عن طريق انه بيساعد على تنشيط الفيتامين دي بيحوله للصورة الاكتب اللي هي 1-25 داي هيدروكسي كول كالسيفيرول. نشاط اللي تأثرت في الانتستاين والكلية والبون تحت تأثير الباراثيرويد هرمون يساعد على رفع معدل الكالسيوم وعودته إلى المستوى الطبيعي. الآن بمجرد ما يوصل الكالسيوم للمعدل الطبيعي، هذه إشارة تركيز الكالسيوم يعتبر inhibition signal لمين؟ للباراثيرويد سكريشن، فبالتالي بصير في عنا تخبيط في negative feedback mechanism على مستوى الباراثيرويد إجلان، فبالتالي بيثبط إفراز الباراثيرويد هرمون. طيب الآن لو انخفض معدل الفوسفات في البلازما، هذا يساعد وهذا بسبب انخفاض الرينال فوسفات، انخفاض الري ابزوربشن من الرينال فوسفات، بيؤدي ذلك إلى زيادة معدل اللي هو تنشيط فيتامين دي 1-25 داي هيدروكسي والكالسيفيرول، وهذا كله بيحدث بسبب نشاط الباراثيرويد. الآن لما يفرز الباراثيرويد، لما يكون في أنا عندي معدل من الكالسيوم عالي، معدل الكالسيوم الموجود في البلازما بيثبط إفراز الباراثيرويد، تمام؟ وهذا يؤدي إلى زيادة خروج الكالسيوم من اليورين ونقص الفوسفات التي تخرج من اليورين، تمام؟ هذا بيعمل على ايش؟ عملية ريستورينج لمستوى الفوسفات. الآن كيف أنا بدي يعمل عملية ريستورينج لمعدل الفوسفات في الجسم؟ عن طريق إنه الفوسفات هناك علاقة عكسية ما بين الفوسفات ومعدل الكالسيوم، بيعلى معدل الكالسيوم الفوسفات بقل، على طول بتثبط الباراثيرويد هرمون إنه يفرز، بيساعد على خروج الكالسيوم مع اليورين، بتخلص من الكمية الزيادة، و بيمنع خروج الفوسفات من اليورين، فبالتالي هذا بيرجع معدل الفوسفات للطبيعي في الجسم، تمام؟ وايضا بيزود من معدل اللي هو الانتستاين ابزوربشن والبون ريزوربشن اللي هو الفوسفات، تمام؟ طيب الان في حاله نقص الكالسيوم في البلازما، باراثيرويد هرمون بيزيد، وزيادة إفراز الباراثيرويد زي ما ذكرنا في المخطط السابق يؤدي إلى نقص الفوسفات. لما بينقص معدل الفوسفات، بينقص الفوسفات من
الكليه بيبدا ينقص من عمليه خروجه من البول، وبيتنشط فيتامين دي تحت تاثير افراز الباراثيرويد، بيتنشط فيتامين دي بياثر على الانتستام والبون، بيساعد على زياده معدل الكالسيوم. تمام. الان كيف صار زياده لمعدل الكالسيوم؟ انه في الكليه منعنا خروج الكالسيوم من الكليه عن طريق البول، فبالتالي عمل ري ابزوربشن له للدوره الدمويه، وهذا ادى الى زياده معدل الكالسيوم. وزياده امتصاص الكالسيوم من الانتستاين رفع معدل الكالسيوم. خروج الكالسيوم من البون تحت تاثير البون ريزوربشن ادى ذلك الى زياده معدل الكالسيوم. تمام. لما يصير في زياده في معدل الكالسيوم، لو زاد عن حده بتلاقي معدل الكالسيتونين من الثيرويد جلاند يفرز، بالتالي بيساعد على عمليه طرح الكالسيوم عشان يصل معدل الكالسيوم الى الاستقرار. تمام. الان الكالسيوم هذا كيف بيتم التخلص منه الزايد؟ انه بيصير في الكالسيتونين بيساعد على بناء العظام، فبالتالي الكالسيوم الزياده بيدخل الى العظام عشان يبني عظام. الان عمليه زياده ابزوربشن الكالسيوم ومن الانتستان والبون يؤدي ذلك الى رفع معدل الفوسفات في البلازما، وبالتالي اذا زاد عن حده باراثيرويد هرمون بيكون مفرز، وبالتالي بيساعد على خروج الفوسفات مع اليورين. اذا وجود الكالسيوم والفوسفات وجود عكسي، بيرتفع الكالسيوم بيقل الفوسفات وهكذا. لكن لما يكون عندي ثبات من معدل الباراثيرويد هرمون والكالسيتونين، في عندي ثبات في المينرالز الكالسيوم والفوسفات الموجودين في الجسم. وعرفنا انه لما يكون في عندنا مركب 7 دي هيدرو كوليسترول تحت الجلد، اذا تعرض جلدنا، وهذا دائما نحكي لازم نتعرض لاشعه الشمس، اليو في الموجود في اشعه الشمس بيساعد على تحويل هذا المركب الى كولكالسيفيرول. كولكالسيفيرول ممكن ايضا ناخذه من الدايت من الوجبات الغذائيه. في الليفر بيتحول الى صوره 5 هيدروكسي كولكالسيفيرول، لكن هذه ليست الصوره النشطه، انما مرحله انتقاليه بيصل هذا المركب الى الكليه. الان تحت تاثير انخفاض معدل الكالسيوم بيصير في عند ارتفاع في معدل الباراثيرويد هرمون، وايضا انخفاض في الفوسفات، هذه تعتبر اشاره ايجابيه، سيجنال بوزيتيف سيجنال على الخلايا انها اللي هي الباروكسيمال تيبيولز انها تبدا تفرز او تنشط اللي هو الفا 1 هيدروكسيليز. الفا 1 هيدروكسيليز هو اللي بيعمل على تحويل 25 هيدروكسي كولكالسيفيرول الى الصوره الاكتف، اللي هي 1-25 داي هيدروكسي كولكالسيفيرول، وهو صوره نشطه من فيتامين دي. تمام. اما الصوره الغير نشطه اللي هي انه يبقى اذا حدث زياده في معدل الكالسيوم بيثبط الباراثيرويد، وبالتالي بتثبط هذا الانزيم، وبيبقى الفيتامين دي بالصوره الان اكتف اللي هي 24-25 داي هيدروكسي كولكالسيفيرول. تمام. الان ما هو الاكشن لفيتامين دي على السمول انتستاين؟ بالنسبه لنشاط فيتامين دي على السمول انتستاين، طبعا نشاط فيتامين دي بيكون تحت تاثير الباراثيرويد هرمون نشطه من الكليه وبدا انه ياثر على السمول انتستاين، له رابيد فيز اللي هو المرحله السريعه من نشاطه، خلال ساعه الى 6 ساعات بيزود من معدل الابزوربشن للكالسيوم. تمام. طبعا من خلال الصوديوم كالسيوم اكسشينج، بمعنى انه بيتم امتصاص الكالسيوم من الامعاء على حساب الصوديوم. تمام. الان اما السلو فيز بياخذ من 48 الى 96 ساعه، بيزود من معدل الابزوربشن للكالسيوم من الانتستاين عن طريق انه بيساعد في عمليه تكوين البروتينات اللي بتربط الكالسيوم، وبالتالي بيتم عمليه امتصاصه عن طريق هذا البروتين، وهذا البروتين يسمى كال بايندين، من اسمه كال كالسيوم بايندينز اللي هو البروتين اللي بيرتبط بالكالسيوم، يسمى كال بايندينز هو البروتين اللي بيصير عمليه تكوين له في السلو فيز تحت تاثير فيتامين دي عشان تبدا عمليه ارتباط الكالسيوم بهذا البروتين ويحدث عمليه ابسوربشن. ليش هذا الفيز بياخذ فتره اطول؟ لانه عمليه تكوين البروتينات عمليه تتحكم فيها جينات، بصير عمليه تحويل الدي ان اي لمسنجر ار ان اي بالترانسكريبشن، بعد هيك ترانسليشن الى بروتين، وبالتالي بياخذ
وقت. عشان هيك هذا السلو فيز عبارة عن عملية تكوين بروتين رابط للكالسيوم. فيتامين دي له تأثير على العظام، وهذا التأثير على العظام انه بيعمل بون ريزوربشن. ليش؟ لانه بيحفز نشاط الاوستوسايتيك اوستولايسيس، وبنفس الوقت بيزود من الاوستوكلاستيك نمبر واكتيفيتي. اذا هو بيعمل بيساعد على عملية خروج الكالسيوم من الاستوسايت عن طريق الاكسترا سيلولار فلويد من الاستوبلاست للاستوسايت، من الاستوسايت بيخرج الى مجرى الدم، وايضا بيزود من نشاط الاستوكلاست وعددها، فبالتالي بتحطم البون سيل وبالتالي بيبدا عملية اللي هو خروج الكالسيوم. ايضا فيتامين دي له تأثير باني على العظام، لانه بيزود من نشاط الاستوبلاست هي الخلايا الام للأستوسايت، بيزود من نشاطها من خلال انه بيزود انتاج بعض البروتينات اللي هو فيبرونكتين والأستوكالسين، تمام. ايضا بيزود من نشاط الالكالين فوسفاتيز اللي يعتبر هذا انزيم باني للعظام. هذا بوصلنا كمان الى انه في عندي هرمون اخر هو هرمون الكالسيوتينين، بيعمل كنترول لمعدل الكالسيوم، فبالتالي هو بيعاكس الباراثيرويد هرمون. هذا الكالسيتونين هو عبارة عن بوليبيبتايد هرمون يفرز ويتكون داخل السي سيل اللي هو الموجودة البارافولوكولار سي سيل الموجودة في الجلاند في الثيرويد جلاند، والكالسيتونين له نشاط على العظام، بيقلل من الأستوكلاست نمبر وبيقلل من نشاطه، إذا يقلل من عدد الأستوكلاست ونشاط الأستوكلاست، إذا تأثيره باني على العظام. طالما إن منعت نشاط الأستوكلاست وقللت عددها، فبالتالي أنا منعت تكسير الخلايا العظام، إذا هي تأثير الكالسيتونين على العظام تأثير باني. وشغلة تانية إنه له نشاط إنه بيساعد على اللي هو نشاطه يتناسب طرد مع اللي هو النشاط البون سيل، بنسميه البون تير أوفر اللي هي الأستو بلاس، لما بتكون الأستوسايت بيسرع من عملية تكوين الخلايا الناضجة للبون سيل، وهذا كله بيؤدي إلى بناء عظام، تمام. إذا بالنسبة للكالسيتونين، بيفرز الكالسيتونين إذا كان عندي معدل من الكالسيوم عالي، بيزيد معدل إفراز الكالسيتونين من البارا فوليكولار سي سيل الموجودة في الثيرويد، تؤثر على بون كدني وعلى الكالسيترايول اللي بيأثر على الانتستان، تمام. بالنسبة للبون بيساعده في دوره على بناء العظام الباراثيرويد هرمون، بيزود من معدل تكوين العظام وبيقلل من عملية خروج الكالسيوم والأورجانيك فوسفيت من العظام، فبالتالي هو بيساعد على البناء. أما تأثيره على الكلية، الكالسيتونين بيأثر على الكلية إنه بيزود من معدل إخراج الفوسفات ويقلل من معدل إخراج الكالسيوم. إذن الكالسيوم معناته طالما إنه لم يخرج بيرجع لمجرى الدم، والكالسيتونين بيساعد على ترسيبه داخل العظام، تمام. اللي بيأثر على الكالسيتونين بيأثر على بتكون الكالسيترايول اللي بيأثر على الانتستان، وبالتالي الانتستان بتعمل عملية ري أبزوربشن للكالسيوم والفوسفيت، تمام. طيب إذا زاد معدل، الآن بدنا نلخص اللي حكيناه، في حالة زيادة معدل الكالسيوم وفي حالة نقص الكالسيوم. في حالة زيادة معدل الكالسيوم نجد إنه الباراثيرويد يثبط، هذا يؤثر على الكلية بمنع تنشيط فيتامين دي، يؤثر على الانتستاين بمنع الابزوربشن، بقلل الابزوربشن للكالسيوم. طبعا الابزوربشن للكالسيوم بيتم عن طريق املاحه على هيئة كالسيوم فوسفيت، وبالتالي بقلل من معدل اطلاق املاح الكالسيوم من العظام، وهذا يؤدي الى قلة معدل الكالسيوم. والعكس تماما يحدث لما يكون في عندي نقص في الكالسيوم، بيزيد معدل الباراثيرويد، بنشط فيتامين دي في الكلية، فيتامين دي بيساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم أو أملاح الكالسيوم من الانتستاين، وهذا بيزود من معدل الكالسيوم، وفي نفس الوقت الباراثيرويد بيساعد على خروج الكالسيوم على هيئة أملاحه من العظام، وبالتالي يزود من معدل الكالسيوم. الآن بدنا نحكي عن مشكلة لو صار عند هذا الشخص عنده خلل في الكلية، بنسميه رينال ديستركشن، يحدث فيها خلل في معدل الكالسيوم ومعدل الباراثيرويد هرمون على الميكانيزم التالي. الآن في حالة لما يحدث رينال ديستركشن، بيحدث خلل في عملية تنشيط فيتامين دي. ليش؟ لأنه لم يحدث
تنشيط للألفا 1 هيدروكسيلاز اللي بيعمل على تنشيط فيتامين دي وهو يفرز من الباروكسيمال تيوبولز. تمام، طالما انا عندي خلل في الكليه اذا هذه الخلايا لا تستطيع تنشيط فيتامين دي لانه الانزيم لا يفرز، فبالتالي هذا يؤدي الى انه فيش عندي تنشيط لفيتامين دي، اذا لن يحدث عمليه ري ابزوربشن لا للكالسيوم ولا للفوسفيت من الجي اي تراكت، من الجاستريك انتستين تراكت، من القناه الهضميه. تمام، هذا يؤدي الى انخفاض معدل الكالسيوم، وبالتالي لما ينخفض معدل الكالسيوم بنجد انه الباراثايرويد هرمون بيزداد، وبالتالي بصير في عنده زياده في معدل تكسير العظام. تمام، طيب الان لما يحدث ايضا رينال ديستركشن بيزيد معدل الفوسفات في الكليه، لانه مطلوب من الكليه انها تعمل عمليه خروج للفوسفات، طالما في عندها خلل اذا حيرجع الفوسفات مع المواد اللي تمتص الى مجرى الدم، فبيزيد معدل الفوسفات اللي بيرجع للدم، وهذا يؤدي الى زياده معدل الفوسفات في سيرم الدم، وزياده الفوسفات ايضا تؤثر على مستوى الكالسيوم، اللي قلنا علاقه عكسيه، فبقل معدل الكالسيوم وبالتالي بيزيد معدل الباراثايرويد هرمون افرازه، وهذا يؤثر على العظام. عشان هيك الناس اللي عندها مشاكل في الكليه نجد عندها معدل من الكالسيوم منخفض، معدل فوسفات عالي، معدل من الباراثايرويد هرمون عالي، ونجد انهم يعاني من مشاكل في العظام. تمام، اذا الميكانيزم اللي حكيناها ايضا ملخصه هنا، حكينا انه لما يكون في عندنا نقص في النيوتريشنال كالسيوم، معدل الكالسيوم اللي بيجينا من الوجبات الغذائيه، هذا بيؤدي الى اول حاجه انه الوصل للقناه الهضميه، شعرت القناه الهضميه بنقص في معدل الكالسيوم، فبالتالي اللي طبعا حكينا انه في سنسور، هذا السنسور بيخلي الباراثايرويد جلاند انها تبدا تفرز الباراثايرويد هرمون، هذا يحدث انه بصير في عندي ستيميوليشن لزياده، طبعا الباراثايرويد عمل ستيميوليشن لزياده امتصاص الكالسيوم، وبالتالي دخل الى اللي هو مجرى الدم وسوائل الاكسترا سيلو فلويد، السوائل الموجوده خارج الخلايا، صار في عندنا اللي هو شعر انه في نقص فيها، نقص في معدل الكالسيوم. تمام، الان الباراثايرويد في تحت تاثير نقص الكالسيوم سواء من الدايتري او انه طالما ما صارش في عندي امتصاص لا الكالسيوم، في بيفرز اللي هو الباراثايرويد، بيفرز الباراثايرويد، الباراثايرويد يؤثر زي ما حكينا بنشط فيتامين دي، وبالتالي بيساعد على إعادة امتصاصه من الكلية، إعادة امتصاص الكالسيوم من الكلية، في المقابل بيزيد من عملية طرح الفوسفات، إذا بيزود الري ابزوربشن للكالسيوم ويقلل من معدل اللي هو امتصاص الفوسفات، في المقابل في فوسفات عندي بيزيد معدل خروجها مع اليورين، إذا بيقل الكالسيوم النازل مع البول وبيزداد معدل الفوسفات. تمام؟ أيضا الباراثايرويد بتزود من معدل اطلاق الكالسيوم من العظام، وبالتالي بيصير بيدخل الكالسيوم اللي صار ريزوربشن من البون الى مجرى الدم، وبالتالي هذا ايش بيصير عندنا، بيصير ريستورنج لمعدل الكالسيوم في الجسم. الان لما هذا اذا صار في عندنا نقص بصير هذا الكلام هذا. تمام، لكن لما يكون في عندي زيادة في معدل الكالسيوم الموجود، يثبط الباراثايرويد، وبالتالي يثبط الباراثايرويد بمنع سكريشن، في المقابل في عندي الكالسيتونين هو اللي بيفرز وبيساعد على عملية بناء العظام وزيادة نشاط الألكالين فوسفاتيز واللي هو زيادة طرح الكالسيوم وهكذا. إذا علاقة عكسية ما بين الباراثايرويد هرمون والكالسيتونين. الآن في حالة لما يكون في عنا نشاط زائد من نشاط الباراثايرويد، بصير عنا حالة تسمى هايبر باراثايرويدزم، هذا بينتج عنه زيادة في معدل الباراثايرويد هرمون، وهذا يحدث ممكن يكون بسبب أدينوما، ورم في الباراثايرويد جلاند يؤدي إلى زيادة الباراثايرويد هرمون، وبالتالي بيساعد على إطلاق الكالسيوم من العظام، بيزيد معدل الكالسيوم بيخرج من العظام،
وأيضا بيزود من معدل الفوسفات اللي بيخرج من العظام، وهذا يؤدي إلى زيادة الإكسترا سيلولار فلويد داء الكالسيوم، لكن في المقابل الفوسفات بقل. ليش؟ لأنه على طول الكلية بتزود من معدل الفوسفات اللي بيخرج مع البول، والكلية أيضا تحت تأثير باراثايرويد هرمون بتزود معدل ري ابزوربشن للكالسيوم. ايضا يؤثر على الانتستاين انه بيزود معدل ري ابزوربشن للكالسيوم والفوسفات عن طريق طبعا الفيتامين دي اللي تنشط في الكليه. الان عمليه التوازن ما بين افراز الكالسيتونين والباراثايرويد هي اللي بتعمل عمليه توازن لمعدل الكالسيوم، نسميه هيموستاتيك للكالسيوم بلد كالسيوم ليفل في الجسم، هو عبارة عن حوالي 10 ميلي جرام لكل ديسيلتر أو لكل 100 ميل، تمام؟ وفي هاي الحالة الكالسيتونين بيعمل عملية توازن معدله مع اللي هو الكالسيتونين والباراثايرويد، هرمون بيكون في ثبات بينهم، واحد بيبني واحد بيزود معدل الكالسيوم واحد بيقلل من معدل الكالسيوم. فالكالسيتونين بحفز بناء العظام عن طريق ترسيب الكالسيوم فيها، بقلل من عمليه الري ابزوربشن للكالسيوم من الانتستاين ومن الكليه، وبالتالي بنشاطه هذا بيحافظ على انه معدل الكالسيوم يزيد، لكن في يقل عفوا، لكن في المقابل انه ما بينقص عن المعدل الطبيعي، لان هناك افراز طبيعي من الباراثايرويد جلاند، انها بتفرز هرمون باراثايرويد هرمون طبيعي بحفز العظام على انها تعمل ريليز للكالسيوم، بحفز الامعاء انها تزود من معدل ري ابزوربشن الكالسيوم تحت تاثير فيتامين دي النشط اللي تنشط في البون في الكليه طبعا تحت تاثير البي تي اتش، بالتالي بيصير في عندي زياده للابزوربشن للكالسيوم من الكليه والانتستاين وزياده اطلاق الكالسيوم من البون. هاي العمليه بتحافظ على ثبات معدل الكالسيوم في الجسم، تمام؟ إذا الستيمولس لإفراز الكالسيتونين هي عبارة عن زيادة معدل الكالسيوم في الدورة الدموية، على طول الباراثايرويد تشعر بهذا النقص وبتزود من معدل الكالسيتونين، لكن عملية الستيمولس اللي بحفز الباراثايرويد إنها تفرز هو عبارة عن عملية نقص الكالسيوم، تمام؟ إذا زيادة الكالسيوم يفرز كالسيتونين عشان يرجع معدل الكالسيوم للطبيعي، إذا نقص معدل الكالسيوم بيرجع الباراثايرويد هرمون يفرز، في المقابل الكالسيتونين بيثبط، وبالتالي العمليه بتصير في عندي توازن في معدل الكالسيوم. في عندنا حاجه بنسميها هايبر كالسيميا اوف مالجنانسي، بمعنى انه في حالات الكانسر، بعض حالات الكانسر نجد هناك ارتفاع في معدل الكالسيوم، فهذا بيحدث انه تحت تاثير سبب معين بحفز عمليه زياده الريزوربشن للعظام، وبالتالي بصير في عندنا زيادة معدل الكالسيوم. إذا الماليجنانسي يعني في كانسر سرطان عند هذا الشخص، زود من معدل البون ريزوربشن تكسير العظام وزيادة معدل إطلاق الكالسيوم منها بثلاث آليات. الآلية الأولى إنه الشخص لو كان عنده لمفوما بصير في عنده زيادة في نشاط فيتامين دي، يعني بزود من معدل فيتامين دي النشط، تمام؟ هي واحد. اثنين بصير في حاجة تسمى اللي هو أستولايتيك هايبركالسيميا، يعني بصير في تكسير للعظام وبيزيد الكالسيوم بيطلق منه، هذا بيسبب 20% من حالات ارتفاع الكالسيوم عند المرضى المصابين بالكانسر. وأيضا في حاجة إنه الهيومورال هايبركالسيميا، الكالسيوم زيادة الكالسيوم عند الماليجنانسي، زيادة الكالسيوم بسببها إنه هناك إفراز زائد للباراثايرويد ريليتيد بروتين، تمام؟ بيصير في عندنا اوفر اكسبريشن اوف باراثايرويد هرمون ريليتيد بروتين، في بروتين يتصرف كأنه باراثايرويد هرمون وبالتالي بيزود من معدل الكالسيوم، وهذا يحدث عند الحالات الكانسر. يعطيكم العافية.